شو بتعرف عن ناجي؟ ما بعرف شو ناجي معلم، ما بعرفه يعني، ما بعرفه كنت اعرفه هذا زلمه يعني عنده مطعم. عبالك شي تشمه؟ مع شوي ما بقدر شوفك بهالحالة وما أعطيك. إيه وين؟ أعطيني أعطيني يلا. منو معي هون بالسيارة. هند هند شو هيدا؟ شو هيدا؟ وين رايحة؟ وينك؟ وينك يا كلب؟ أمي واختي وين؟ أنا بفرجيك. جرح قلبك أغلى حبيب بتنسى وما تفرق معاه. تعرف لما الظن يخيب وإيامك تغلط معاه. جرح قلبك أغلى حبيب بتنسى وما تفرق معاه. مش يعني منك مجروح ولا يعني منك حاسس، لكن على كتر الجروح زايد صار خي النار. مش يعني منك مجروح ولا يعني منك حاسس، لكن على كترة الجروح زايد صار خي النار. زايد صار خي النار. تعود قلبي وما في زوم لا ازعل ولا زيد هموم. تعود قلبي وما في زوم لا ازعل ولا زيد هموم. ما في شدي رح بتدوم وفي ضحكي بعد الزعل. تعلمت كتير تألمت قويت وما عاد انكسر. على فشلي مشيت تقدمت ربحت الدنيا بالصبر. مش يعني منك مجروح ولا يعني منك حاسس، لكن على كتر الجروح زايد صار خي النار. مش يعني منك مجروح ولا يعني منك حاسس، لكن على كتر الجروح زايد صار خي النار. زايد صار خي النار. تعود قلبي وما في لزوم لا ازعل ولا زيد هموم. تعود قلبي وما في لزوم لا ازعل ولا زيد هموم. ما في شد رح بتدوم في ضحكي بعد الزعل. الصليب الأحمر
مش مصدق انه سامي بيعمل هيك. كيف ظهر ونحن برا؟ مثل ما كان يظهر من قبل. الله ينجيك يا سامي. وين ريما؟ ريما ظهرت واخذت تليفوني معها. اكيد راحت لعندهم على المخفر. الله يمضي هالليله على خير. وينه لهلا؟ يا خوفي يكون مخبص شي تخبيصه. مش عم يرد علي. اكيد صاير شي. سوري في واحد متصاب وصله صليب الاحمر. ايه بغرفة العملية. وين؟ هون. سوري ناجي هون؟ ايه الزلمة اللي جوا اسمه ناجي. طيب طمنا عن وضعه، شو عم يعملوا جوا؟ والله ما بعرف. حضرتك اخته؟ لا انا خطيبته. في فوت؟ والله ممنوع. بليز طمنيني. صراحة وضعه خطر كتير، خسر دم كتير. ست تعبت كثير. خير خير. طلعوا لفوق اعطوا شيء. طيب هديها منيح، هديها منيح. نامي على الاوضه دغري. نعم جيبي لها المهدة ومي، اوكي؟ قصة كبيرة يا حبيبي. بعدين بحكيك. يلا باي باي. كيف هلا؟ منا منيحة، منا منيحة. ريما فوق؟ ريما ظهرت على اساس لحقتكم، هلا ما رح تلاقيكم هونيك بترجع. خليني اروح ارجع اطمن عليها. طمني حكيم. ان شاء الله
ما في يقول غير عملنا اللي علينا. لنشوف بكرة شو بصير. دعيله. العمى إذا مات الزلمة بيروح فيها حبس طول عمره؟ تعمي أنت شو؟ لك عجينتك من شو؟ يا خي شو حكينا؟ شو حكيت؟ ولك لك هون حوالي 5 سنين يعني صاروا مثل عائلتك هيك بتحكي؟ الله يساعدك يا مدام هند، الحمل عليها كبير، الله يساعدها. صباح الخير، كيف صرتي؟ شو بك هند لوين رايحة؟ شو لوين؟ لعند ابني، ما رح أقبل سامي يضيع مني هيك بدون ما أعمل شيء. إيه روقي، لو فكر شو نعمل؟ ما في وقت. عبالك شي تشمه؟ ما بقدر شوفك بهالحالة وما أعطيك. إيه وين؟ أعطيني أعطيني يلا. هيدا الزلمة طلع موسخ كتير، أنا بعده عم بضحك على أمك وهلأ على أختك كمان. بدي أقتله سليم، بدي أقتله، بدي أشعفه. القصة وما فيها مدام إنه ابنك متهم بجريمة قتل هيدا الزلمة. يلا يا سليم تعبى رح تبرد القهوة. شو بيك عم تطلع فيه؟ ما يقوم مش عجبتك. بحبك يا مجنونة. شو جديد؟ ما انت كل يوم بتقول لي هالشيء. لك انا بموت فيك. وهيدي ميوزك. صباحو نادر. هلا سمير، في قهوة بالركبة صب. رح نشرب بس شو فايدة؟ شو فايدة؟ رح تتفاجئ. هيدا نفسه ابن عادل؟ عجبك ايه؟ اف شو هالعيلة هاي؟ شفت؟ سامي. ايه والله يمي مصيبة كبيرة. مش عم صدق. بدي روح شوف المحامي، هني بحاجة لقلي هلأ كتير. ايه روح تقبرني روح. يلا انا رح قوم البس والحقك لعندهم. ماشي يمي. لك هند جاي معك انا، انطريني. ست شيرين رد علي. شوفي عرفت شي عن ريما؟ ليش شو بها ريما؟ كنا امبارح ما رجعت ومعها تليفوني. شو؟ شو؟ هلأ بشوف وين ريما. هند يا هند. سوري بليز فيي فوت. بعتذر ماما، صار لي من امبارح هون. ايه شفتك. طيب بس دقيقة، بس دقيقة مش أكتر. Thank you.
وضعه مش منيح، كأنه أخذ شيء. القصة وما فيها مدام إنه ابنك متهم بجريمة قتل هيدا الزلمة. شو ما كان صاير معك، بدي إياك تعرفي شغلة، أنا رح كون حدي ورح ضل حدك على طول. نادر، الولد متعاطي. قلت لك بين في شيء وراه. اف شو بده؟ مش عم بفهم. مصاري وفي وابن عيلة، شو بده بهالسنة؟ اوقات لانه في مصاري بصير واحد بياخد هالسنة. يمكن معك حق. احترامي سيدنا، بس في مدام برا بدها تشوفك ضروري. مين؟ آلية بتعرفها. خليها تفوت. احترام. مدام هند؟ أنا جاي أعترف. بشو؟ أنا قتلت ناجي. وينك فريد؟ منيح اللي طلعت من البيت. ايه انا صرت اول بيروت. الحقني بليز بليز، بعدين بخبرك شو صار. اوكي ناطرتك. انت بتعرفي انه ناجي ما مات مش هيك؟ ما بيهمني، المهم انا جاي اعترف. طيب ليه حاولتي تقتلي؟ لانه كان عم يضحك علي. إنه كيف؟ وليش؟ حضرة المحقق، أنا ما جاي أحكي شو في بينه وبين ناجي، أنا جاي بس أعترف. بس مكتوب عندي هون إنه شافوا لسامي حد المغدور وحامل سكين، يعني بالجرم المشهود. بس أنا رحت قبله. كيف يعني؟ يعني أنا كنت هونيك قبله. طب ابنك كيف راح لهونيك؟ وليش؟ ليسلم عليه؟ شو مدام؟ سامي راح معي. إيف؟ ليش راح معك؟ لأنه كان معي. والله؟ يعني وقت الواحد بده يروح يقتل حدا بياخد ابنه معه؟ شو كسدورة يعني؟ ثاقبت حضرة المحقق. بعدين أنا ما كنت قصدي أروح لحتى أقتله، أنا كنت قصدي بس بدي أحكي، فطلعت بسرعة بسيارتي ومشيت وكان سامي نازل. اوكي بس لا افهم، يعني نزلت لتحكي ناجي وسامي ضل بالسياره؟ ايه. ضربت ناجي بالسكين ولما رجعت على السياره ما كان سامي. على المشكل اللي صار ولما شفت الدم خفت كتير، يعني حملت حالي وهربت. حضرة المحقق، عم قلك انا قتلت ناجي، شو بدك اكثر من هيك اعتراف؟ لا ابدا، بس بدي اسألك آخر سؤال. أنت وين ضربتينا ناجي؟ بأي جهة؟ ما بتذكر، يعني الجو كان كتير موتر، فكبر المشكل بيناتنا وصرت صرخ وهو يصرخ، هجمت عليه، حملت السكين وضربته ودغري هربت، يعني ما بتذكر وين صبته. هلا عن جد خفتي علي؟ أكيد عن جد، أنا بحبك، ما بقى تعمل هيك. أوكي. كل هيدا صار من بعد ما فليت من عندي؟ إيه والله، قصة بتشيب شعر الراس.
بس انت دخلك ما قلت لي انه هن عم بيعالجوه بالبيت؟ بلا، بس كأنه سامع شي حديث هونيك وجن جنون. طب كيف راح؟ سما شو بعرفني انا كنت معه؟ يا عمي انه عم نسأل سؤال، عم نجرب نحلل، عم نجرب لقي طريقة. الو؟ ايه استاذ؟ خير؟ شو؟ مرت عمي؟ شو جنت على الاخر؟ طيب يلا جاي، جاي بسرعة. باي باي. شو فيه؟ مرت عمي اعترفت انه هي شكت الزلمة بالسكين. رايح شوف هالمصيبة. طب رجع حكينا. اوكي. شو وضعه يا ناجي؟ بالعناية المركزة. يعني؟ اللي فهمته انه مش منيح كتير وضعه. شو؟ مش منيح انه اعترفت المرة؟ من كل عقلك هي عملتها؟ ولو يا سمير؟ قصدك اعترفت لتحمي ابنه؟ انه اكيد. القصة اللي قالتها ما بتتصدق. وابنها متعاطى كمان. انا ما عم بعرف كيف بتعترف؟ لأنها مجنونة، مفكرة هيك القصة. بس أنت قلتي لي إنه كنتوا سوا وظهرت أنت وياها من البيت. لك إيه بس ليش بتنطر حدا؟ مثل الصاروخ دورت ومشيت. إنه طيب هلا شو رح تعمل؟ بدي روح شوف شو مخبصة، أوكي؟ ناطري. فاكرة حالك جاي زيارة؟ لا. ضاربة حدا بسيارتك؟ خسرت ولادي، خسرت ولادي. هيك صار حضرتك المحقق، يعني هي كانت معي طول الوقت قبل ما يصير اللي صار. وإذا بدك تتأكد كان في شرطي واقف شايفة وصلت من بعد ما صار الاعتداء. حتى كمان اللي كانوا بالبيت الناطور والخادمة هول شافونا طلعنا ورا بعض من الفيلا. بس هي قالت إنه سامي كان معها. لا لا ما كان معها، كان بأوضته. قصدي هيك كنا مفكرين. طيب رح أمشي معك. هي ليش راحت على الشاليه؟ شو أستاذي؟ كان بدها تشوف ناجي، بدها تحكي. يعني في علاقة بيناتهم. أستاذي شيرين، إذا بدك تساعدي هند بدك تحكي لي كل شيء. طولت عليكي؟ حبيبي شو بكي؟ انه ضروري هيدي السفرة؟ شغل حبيبتي، شو بدي اعمل؟ انه انت بتعرف انه انا ما في ابعد عنك. لا انا مبسوط. شو رأيك نتجوز ونسافر سوا؟ والماما؟ ناخدها معنا. الماما ما بتترك بيتها. ما علي حبيبتي، كلها سنة بعدين كل ثلاثة شهور رح أرجع. سنة ما رح شوفك؟ ثلاثة شهور؟ كل شهر قصدك؟ طيب كل شهر. عارف قد ايه انا بموت فيك. وانا بموت فيك.
هلا ما فهمت، رح يطلعوها ولا لا؟ ايه اكيد رح يطلعوها، بس تيخلصوا من كم شغله. شو هالمصايب كلها؟ كل المصايب وقعت فوق راسنا ورا بعضها. اي والله يا فريد، تعتير تعتير. استاذ انت في التحقيق معه حق؟ ايه ليه في شيء؟ استاذ بليز، لما بدك تقومي باي خطوه بتمنى اكون على علم فيها. انت بتعرفي مش معقولكم استلم قضيه وتفاجئ باشياء صايره من قبلنا، مش هيك استاذه؟ معك حق، بعتذر. ممنونك. شوفي اهلا سليم. لا ولا شيء. طب احكيني شوي، بدي تفهمني شغله. ما تخليه يزعجك. اخر همي انا بالي بريما هلا. امبارح بعت فيي. كيف؟ اي والله. بس بشرفك اوعى تقول لحدا، انا رح اجرب احكيها. طيب طيب انت احكيها، انا رح اروح انطر قدام غرفه المحقق شوف شو رح بيصير. ماشي. الو ريما، وينك انت من امبارح مختفيه؟ ريما عم تسمعيني؟ وينك ريما؟ عم قلك وينك؟ فكرتيني كثير مبسوط يعني؟ أنا قفلت الباب عليك لحتى توقع على حالك، شو عم تخبصي؟ أنت أختي علا وكثير بخاف عليك وبخاف على سمعتك، بس أنت شو؟ أنت ما عم تهتمي بحالك، عم تكبي حالك هون وهون وناسي درسك، وفوق كل هيدا نطلع أنا وبي الغلطانين. بقول لك شغلة؟ إيه أنا غلطت، بس لأني بحبه لعامر. يا علا حب اللي بدك إياه، بس بحياتك ما تكبي حالك عشب، بتصيري بعيون رخيصة. ايه ايه انا شب وعم بقلك وبعرف كيف فكروا الشباب. يا امي ما تروحي، صار شي وما في حدا هونيك، بس اعرف شو صار بحكيك. يلا باي يا امي باي. لا لا مرت عمي بالحبس مش رح تفيدني. لا أنا بدي أقعد وأنطر، ما فيي أقعد وأنطر، أنا ما فيي، بدي أروح أعرف شو عم بصير. ريما شو عم تعملي أنت بالمستشفى؟ بك شي يعني؟ معقولة هيك ريما؟ من امبارح مختفية، لا بتسألي عن أمك ولا بتسألي عن خيك، معقول هالحكي؟ شو بكي؟ أحكي. كرت علي ريما، عم تسمعيني شو عم قول؟ ناجي مين بيبقى معه؟ ناجي؟ لك بك تجننين انت؟ انت معك خبر انه امك هلا بالحبس؟ ايه نعم بالحبس، وحضرتك قاعده هون. جاي تنكدي علينا هون؟ خلصينا. نعمي يا نعمي. خير شو في؟ رجعت ريما؟ لا. المدام رجعت؟ لا شكلها ما رح ترجع. يخرب بيتك ما اوقحك. شو حكينا؟ شو حكيت؟ عم تشمت هلا؟ لك يا عمي شو بك انت وياه؟ المدام هند راحت فيها. باي باي. عن جد انك وقع، يلا برا. روحي روحي يا نعمة. يلا خلص اطلعوا. راحت وقالت انه هي اللي قتلت ناجي وحطوها بالحبس.
أول شي نجي ما مات، تقولي إنه مات. طيب ما مات، منيح هيك؟ طب يلا تفضلي تعي شوفي أمك. شو؟ ما راح أترك نجي لوحده. لك بدك تجننين يا ريما؟ صار بعقلك شي أنت؟ عم قلك أمك بالحبس وخيك موقوف وأنت بدك تضلك قعدتيلي بالمستشفى؟ بك شي أنت؟ سامي غلط. شو؟ سامي غلط ولازم يدفع ثمن غلطته. لا لا مني عم صدق اللي عم بسمعه، مش عم صدق. وأمك يا ريما كمان غلطت؟ وبتستاهل اللي عم بتير فيها؟ أمي هي السبب إنه ناجي ملقوح هون جوا، هي السبب. والله إنك جننتيني، والله والله جننتيني يا ريما. البنت جنت رسمي. شو الزلمة هيدا؟ سحرة؟ مرحبا نادر. اهلا سمير، قل لي شو صار معك؟ ايه هاي المحامية طلع حكي مزبوط، كانوا مع بعضهم الفيلا وطلعوا كل وحدة لوحدة بسيارة، ولما وصلوا كمان حدا من الشباب شافهم وصلوا بعد حدوث الجريمة. طيب خلي الشباب يجيبوها لهون. يلا. حبيبي شو رأيك هلأ بالربيع اجي لهون ونعملنا سفرة شي جمعتين انا وياك؟ وين؟ جزر المالديف. عن جد فكرة، إذا بنقدر نطلع فيز أكيد. بس ليه بدي أنطو لتجي؟ أنا بفضل بس تجي نتجوز فرد مرة ويكون شهر العسل هنيك. لا ما قلنا عنا تحضير للعرس، بدنا نعمل عرس كبير تيحكي فيه البلد. حياتي ما بعدني بقول لك وبضلي أقول لك ما بحب العرس الكبير، أنا بدي إياك بس أنت وحدك، أنا أروح أنا وياك ونتجوز على رواق. شو بك أمي؟ بمين عم تتصل؟ صاحبي بالشغل. يعني بدك تنزل اليوم؟ رح أنزل. بلاها تقبرني، خليك اليوم مرتاح شوي. ما فيني ماما، مش ناقصني مشاكل. خيو لصاحب البار هو اللي مستلم. وسيمون بعضه جديد. دخلك علا حكيتها شي؟ ماما ما تجيبي لي سيرته. لا مستحيل، شو هالخبرية هاي؟ وينكم؟ يا جماعة يا عالم. أهلا ست أم سليم. أهلا نعمة. مظبوط اللي خبرني اياه الناطور هند بالحبس؟ الله لا يوافقه، لسانه بدي اقطع له اياه هالواطي. ليه بدك تقطعي له لسانه؟ خبريني شو القصة؟ أنا ما بعرف شيء. نعمة، أنت ما بتعرفي شيء؟ احكي. يلا بقيهم، تعي معي تعي، تعي نقعد هون وخبريني شو عم بصير. شو مدام؟ بعدك مصرة على أقوالك؟ حضرة المحقق، مدام هند تعبانة وبحالة صدمة. أنا ما بني شيء، أنا كتير منيحة. بس يا مدام، نحن تأكدنا أنه كنت عم تكذبي علينا. حضرة المحقق أنا ما عم كذب. هند، أنا هون محقق، ماني فاتح دكانة عواطف ومشاعر. يا عمي أنا اعترفت، شو بعد بدك أكتر من هيك؟ اعترفتي؟ اعتراف كاذب. إنه يلا، بعد ما طرح ابني بالحبس. بتعرفي إنه هلأ فينا أعمل لك مشكل كبير، حطك بالحبس؟ بتهمة عرقلة سير التحقيق؟ هيك بتخسري على الميلتين، شو رأيك؟ مادام هند اسمعيني منيح، إنك تكوني برا فيك تساعدي ابنك أكتر بكتير من ما تكوني جوات الحبس.
ولك وين راحت هاي تركتني لحالي وفلت؟ صف عمرها ما استفدت منها بشي، ما فهمت شي، ما فهمت القصة. ما إلي إلا هيدا الهبيل اللي عندي أطلبه. رد رد، أنا بدي يرد علي. إيه لا أنا ما في أنطر هيك، أعصابي ما بتحمل، بدي أعرف شو عم بيصير. القهوة ست أم سليم، اشربيها لحالك. ليه تأخرتي؟ ليش صار شيء؟ لا بس حكيتيها لريما؟ دخيلك ما تجيب لي سيرتها. ليه شو صار؟ شو عملتي؟ جنيتي؟ انت شو اللي عملتي؟ شو قلتي لهم شيرين؟ شو قلتي لهم؟ شو قلت لهم؟ روقي شوي هند، شو بكي؟ انا شو بني؟ ولك انت مين قالك تتدخلي؟ والله؟ لكن بتركك بالحبس؟ لكن اترك ابني بالحبس؟ يا جماعة يا جماعة روقوا شوي، مش حرزانة، روقوا شوي. مدام هند روقي، يلا يلا مشوا معي. كتير منيح، يعطيك العافية استاذ. كنت بدي أسألك عن سامي، بيّن معك شي؟ بعد بكير. طيب خير إن شاء الله، عم نعزبك معنا. يلا الله معك، باي باي. شو؟ تضعوه؟ عجبك هالجنون؟ شو بكي؟ خي علاء من امبارح مختفى. والله؟ مسكر تليفونه. بكون سهران للصبح ونايم، ما تخافي. ما له بالعادة. أنت كل شوي دقي له، إلا ما يفيق. سليم؟ علاء ما له علاقة بالموضوع، ما هيك؟ ما فهمت. يعني بقصة ناجي والمستودع. سمر شو بكي؟ معقولة أنا ورت خيب بهيك قصة؟ بك شيء؟ طيب مين كان بالمستودع وقت انسرق؟ شاب بيشتغل معي اسمه علاء. اعطي للشاب كل المعلومات اللي معك عن ناجي وعن علاء. احكي! ما هو اللي سرقه، بس يعني حددنا ربنا وحددنا انه اذا بحكي اوعك اوعك تزعلني لانه زعلني. سام سمر انا بحبك ولا ممكن اذي حدا من طرفك. خيش ودك منه. مهبولة انت؟ قلبك أغلى حبيب بتنسى وما تفرق معاه. تعرف لما الظن يخيب وإيامك تغلط معاه. يجرح قلبك أغلى حبيب بتنسى وما تفرق معاه. مش يعني منك مجروح ولا يعني منك حاسس، لكن على كتر الجروح زايد صار خي النار. مش يعني منك مجروح ولا يعني منك حاسس، لكن على كترة الجروح زايد صار خي النار. زايد صار خي النار. تعود قلبي وما في ذوق لا ازعل ولا زيد هموم. تعود قلبي وما في ذوق لا ازعل ولا زيد هموم. ما في شدي رح بتدوم وفي ضحكي بعد الزعل. Thank you.
تعلمت كتير تألمت قويت ومعاد انكسر على فشلي مشيت تقدمت ربحت الدنيا بالصبر مش يعني منك مجروح ولا يعني منك حاسس لكن على كتر الجروح زايد صار خين نار مش يعني منك مجروح ولا يعني منك حاسس لكن على كتر الجروح زايد صار خين نار زايد صار خين نار